السيسي وبن زايد يناقشان جهود مكافحة كورونا والتعاون لوقف انتشاره. الصحة تنفي عزل قرى بسبب كورونا وتؤكد فرض إجراءات حجر محدودة لبعض الأسر والتي ظهرت فيها إصابات. عدد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة يتخطى 2000 وترامب يعلن كولورادو منطقة كوارث. الرابعة صباحا الثانية بتوقيت غرينتش، موجز أخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد تطورات الأحداث في المنطقة والعالم وكذلك جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا. وقال الرئيس السيسي إن الحديث تناول سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة الطبية في البلدين، كما تناول الحديث دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية الأبدية بين البلدين. نفى المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد عزل قرى أو مراكز أو محافظات بأكملها ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وقال في تصريح لإكسترا نيوز إن الوزارة تقوم بإجراءات عزل محدودة لبعض الأسر والتي تظهر فيها إصابات، مشيرا إلى وجود تنسيق بين الأجهزة المختلفة لتوفير الاحتياجات المعيشية للأسر المعزولة. المناطق لها أعداد محدودة جدا من الأسر ظهرت فيها إصابات متكررة، يعني ظهر فيها حالة حالتين ثلاث حالات من بعض الإصابات، وبالتالي احنا كوزارة الصحة بنتخذ إجراء احترازي بحجر هذه الأسر، تكون أعدادها محدودة، يعني أربع خمس أسر حجر والمخالطين لهم حجرهم صحيا لمدة 14 يوم مع الاطمئنان عليهم، وده بيكون تحت اشراف وزاره الصحه ومنظمه الصحه العالميه، ووزاره التضامن الاجتماعي بتتولى دورها في توصيل اي احتياجات او توفير اي احتياجات معيشيه لهم، وزاره الداخليه بتتولى دورها في تامينهم، وزاره التنميه المحليه من خلال الساده المحافظين بتتولى دورها في تطبيق هذه الارتدادات سواء وزاره الصحه او منظمه الصحه العالميه، ولكن هذا ليس معناه كما تردد عزل مناطق بالكامل او عزل محافظات بالكامل، لا هذا ليس صحيح، ده مجرد اجراء احترازي، لو في منطقه تاني تردد ان جه منها اكثر من اصابه فاحنا حفاظا على المخالطين بيتم عزل الاسر او حجر الاسر صحيا لمده 14 يوم. ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 9583، وصرحت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية بأنه تم تأكيد 105 إصابات جديدة خلال يوم أمس، من بينها 42 حالة في العاصمة سول، بينما تم تأكيد 8 حالات وفاة جديدة خلال يوم أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 152 حالة، بينما تم شفاء 5033 حالة حتى الآن. سجلت الصين 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، انخفاضا من 54 في اليوم السابق، وأضافت أن جميع الإصابات الجديدة باستثناء واحدة هي لمسافرين قادمين من الخارج، وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس 3300 إجمالا من أصل 81439 إصابة. قال رئيس وزراء أستراليا سكوت مويسون إن معدل انتشار كورونا في بلاده انخفض إلى النصف في الأيام الأخيرة، وصرح مويسون بأن الزيادة اليومية في الحالات في الأيام الأخيرة بلغت حوالي 15%، منخفضة من نحو 30% والتي تم تسجيلها قبل أسبوع، مؤكدا أن هذه البيانات تدل على أن إجراءات العزل الاجتماعي وفقا لأحدث البيانات الرسمية، فقد تم تسجيل 3635 حالة مؤكدة مصابة بكورونا في أستراليا.
حذر المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الأوبئة قاطني ولايات نيويورك ونيوجيرسي من السفر غير الضروري خارج ولاياتهم لمدة 14 يوما. جاء ذلك بينما أعلنت جامعة جونز هوبكنز تخطي عدد الوفيات في الولايات المتحدة من جراء فيروس كورونا حاجز 2000، وبحسب أحدث البيانات فقد تم تسجيل 515 حالة وفاة جديدة ليبلغ الإجمالي 2211 من أصل 123,311 مصابا. وجاءت ولاية نيويورك في صدارة القائمة بتسجيل 883 حالة وفاة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولاية كولورادو منطقة كوارث بسبب انتشار فيروس كورونا، ووجه ترامب بالمساعدة الفيدرالية للولاية، بينما أكد في تغريدة له على حسابه على تويتر أنه سيصدر تحذيرا من السفر في منطقة نيويورك والتي تضررت بشدة من انتشار فيروس كورونا، ليتراجع بذلك عن اقتراح سابق بأنه قد يسعى لإغلاق المنطقة برمتها، مؤكدا أن فرض الحجر الصحي على الولاية لن يكون ضروريا. قررت ولاية نيويورك تأجيل الانتخابات الحزبية التمهيدية للرئاسة الأمريكية في موعدها والمقرر في 28 من إبريل حتى 23 من يونيو، وذلك بسبب تفاقم تفشي فيروس كورونا في الولاية. وقال أندرو كومو حاكم نيويورك خلال مؤتمر صحفي إن حشدا كبير من الأشخاص في موقع واحد للتصويت سيكون مستبعدا، وأرجأت أكثر من 10 ولايات الانتخابات الحزبية التمهيدية للرئاسة بسبب انتشار فيروس كورونا. أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 319 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2314 حالة. وأشارت السلطات إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 37,575 حالة. أعلنت السلطات الإيطالية أن فيروس كورونا تسبب في وفاة 889 شخصا خلال 24 ساعة الأخيرة. وأشارت السلطات الصحية إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى 92,472 مقابل تعافي 12,384، وارتفع بذلك إجمالي الوفيات بالفيروس في إيطاليا إلى 10,023 شخص. أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن وفيات فيروس كورونا في البلاد زادت إلى 832 حالة لتصل إلى 5,690، وذلك في أعلى معدل نمو يومي لحالات الوفاة. وأضافت الصحة الإسبانية في بيان أن حالات الإصابة ارتفعت إلى 72,248 حالة. تخطت حصيلة الوفيات في بريطانيا بسبب فيروس كورونا 1000 شخص. من جانبها أعلنت وزارة الصحة البريطانية أنها ستوسع نطاق اختبار كورونا ليشمل جميع موظفي الصحة وخاصة في الخطوط الأمامية، فضلا عن تدابير إضافية بعد إصابة رئيس الوزراء بوريس جونسون بالفيروس. قرر سلاح الجو الألماني نقل مرضى إيطاليا إلى ألمانيا لتلقي العلاج، وذلك بسبب الأزمة البالغة والتي تشهدها المستشفيات في شمال إيطاليا على خلفية انتشار فيروس كورونا. في سياق متصل، استقبل مستشفى الجامعي في ولاية شمال الريان مرضى الحالات الحرجة في مصاب فيروس كورونا من فرنسا في إطار عملية إنقاذ على مستوى الولاية. ومن المقرر نقل 14 مريضا بفيروس كورونا من إيطاليا وفرنسا إلى الولاية الألمانية لتلقي العلاج خلال الأيام القليلة القادمة.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اكتشاف 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية، وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الأراضي المحتلة بلغ 104 حالات. سجلت كل من تونس والمغرب إصابات جديدة بفيروس كورونا رغم الإجراءات المتخذة للحد من انتشاره وحماية المواطنين، وارتفعت الحصيلة في تونس إلى 278 بعد تسجيل 51 إصابة جديدة، بينما وصل عدد الإصابات في المغرب إلى 402 بعد تسجيل 31 إصابة. وقتل هذا الفيروس 33 شخصا في هذين البلدين، موزعة على 8 حالات وفاة في تونس و25 في المغرب. اعترض الدفاع الجوي السعودي صاروخين في العاصمة الرياض ومدينة جرزان بجنوب البلاد، وأوضح التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الصاروخين أطلقهما الحوثيون دون حدوث أي خسائر في الأرواح، والهجمات هي الأولى ضد الرياض منذ أن أعلن الحوثيون تعليق ضرباتهم ضد السعودية قبل نحو 6 أشهر. سقطت قذيفة أطلقت من كوريا الشمالية قرب المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. كانت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أكدت أن بيونغ يانغ أطلقت مقذوفا غير محدد في البحر قبالة سواحلها الشرقية باتجاه بحر اليابان. وبحسب وكالة يونهاب تعد هذه أحدث حلقة من سلسلة عمليات إطلاق مشابهة قامت بها بيونغ يانغ في وقت يحاول العالم جاهدا التعامل مع فيروس كورونا المستجد. ختام هذا الموجز، لمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.